عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال الجلسة أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن مصر تولي اهتماما بالغا بالمشاركة في أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتقديم إسهاماتها لأجندة عمل القمة. كما أكدت الوزيرة حرص مصر أن يكون لها شراكة قوية وفعالة في القمة للتعبير عن دورها الريادي على المستويين الدولي والإقليمي إزاء موضوعات التنمية المستدامة. نهج الدولة المصرية دايما هو نهج تشاركي، دايما الحكومة تتشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، الأكاديميين، ممثلي المجالس النيابية، كله كان حاضر النهاردة، طبعا بالإضافة للشباب والمرأة. زي ما حضراتكم شفتوا ده الهدف منه، ان احنا بنستعرض جهود الدولة في مجال التنمية المستدامة، وبنقول ايه اللي احنا مصر هتقدمه في قمة أهداف التنمية المستدامة، لأن السنة دي هي في منتصف المدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. احنا الأهداف أطلقت في 2015 والمستهدف ان هي تنتهي او ان العالم كله يحقق هذه الأهداف بحلول 2030. Our main objective of the partnership between the UN and the government of Egypt. الشراكة مستمرة ما بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية في خدمة ال 17 مجال او ال 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فنحن سعداء جدا ونقدر جدا ان الحكومة المصرية ومصر ككل كبلد بشكل عام تلتزم بأهداف التنمية المستدامة رغم كل الظروف الصعبة التي تواجه العالم والأزمات التي تواجه المنطقة والعالم، أثر كوفيد 19، أثر الصراعات والحروب والأزمات في العالم، والأثر الاقتصادي الناتج عن هذه الصراعات على الاقتصاد العالمي، إلا أن مصر لا تزال ملتزمة. ولذلك فإن مصر والحكومة المصرية ستقدم التزاماتها بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة في القمة الخاصة بالتنمية المستدامة في الأمم المتحدة خلال الأسبوع القادم.